هو يمكن يعني يمكن المكسب من الموضوع ده ان احنا كستات ابتدينا ناخد حقنا بقى في البلد. ايوه بقى، عربية الستات في المترو، التاكسي البينك، مش ناقص غير انه يكون عندنا فيسبوك خاص بينا. ده اللي ناقص، لانهم من ساعة ما اخترعوا الفيسبوك والبنات والستات بيشتكوا دايما من رسائل المعاكسة. والشاب اللطيف ده عارفه يا علاء؟ عارف. الشاب اللطيف ده اللي بيبعت رسالة لأي واحدة يقول لها هاي ممكن نتعرف. فمنع الاشتباكات دي قررنا احنا الستات ان احنا نطالب عم مارك بتاع الفيسبوك انه يعمل لنا كده فيسبوك جديد للستات فقط. ودي بقى شوية الاوبشنز اللي احنا عايزينها في الفيسبوك الجديد. حاجات كلها مهمة يا جماعة، صدقوني مفيش حاجة واحدة مش مهمة. اول حاجة، اللون الازرق ده بتاع الفيسبوك مش عاجبنا خالص الحقيقة. عايزين حاجة كده، عارفين ايه؟ على بيربل، على بينك. ايوه بص يا والله حلو. يزود لنا جنب اوبشنز لايك وكومنت وشير اللي بيبقوا على الفيسبوك اوبشن زغروطة. طبعا بحيث لما نشوف واحدة كاتبة انها اتخطبت او اتجوزت نبعت لها ايه بقى على طول؟ زغاريط الكترونية